أنا عسيمة، مرحبا بكم. باش نتعداو اليوم مع بعض إن شاء الله للشابيتر 2. الشابيتر 2 اسمه لونتربريز سونتر دو ديسيزيون. لونتربريز هي المؤسسة، وسونتر دو ديسيزيون هو مركز اتخاذ القرار. دونك باش نشوفوا شنو باش نقراو بالضبط في الشابيتر هذا في الفيديو الأولاني اللي هو الفيديو انتروديكتيف، باش تحاولوا تعرفوا شنو يستنى فيكم. لهنا الشابيتر نتاعنا فيه 4 سيكسيون. سيكسيون الاولانيه كيما قاعدين تراو قدامكم اسمها بريزونطاسيون دو لونتربريز. دونك في هذا الشابيتر هذا اون فا ايسيي دو بريزونتي لونتربريز، باش نعرفوا المؤسسه. فيها بروميييرمون ديفينيسيون دو لونتربريز، اون فا ديفينير لونتربريز سي كوا اون انتربريز. من بعد باش نشوفوا فيها لو رول، هذه الاولانيه هذه الثانيه، باش نشوفوا لو رول دو لونتربريز سيتادير شنو هي وظائف المؤسسه. وكان تلاحظوا رول على فان اس، خاطر المؤسسه ما عندهاش وظيفه واحده، عندها اكثر من وظيفه. من بعد نشوفوا لي زوبجيكتيف، كيف كيف اوبجيكتيف على فان اس، دونك شنو هو اهداف المؤسسه. ومن بعد لا كلاسيفيكاسيون دي زونتربريز، تقسيم المؤسسات. المؤسسات متنوعه، باش نحاولوا نقسموهم وباش نشوفوا لي كريتير اللي نقراوهم احنا ان شاء الله في الدوزيام اني. من بعد نشوفوا لي فونكسيون وظائف المؤسسه، لي فونكسيون دو لونتربريز. دونك في البريزونطاسيون دو لونتربريز عندنا ديفينيسيون، رول، عندنا اوبجيكتيف ثلاثه، عندنا كلاسيفيكاسيون اربعه، وعندنا لي فونكسيون خمسه. باش نتعداو لل سيكسيون 2. سيكسيون 2 نحكيو فيها عن لي بارتنير دو لونتربريز. كي نقول لي بارتنير معناها الشركاء، مع شكون تتعامل. راهي المؤسسة ماهيش قطعة تحبل هز هوات، دونك راهي عندها مع شكون تتعامل. اون فا ايسي في بارتي الأولانية ايدونتيفي لي بارتنير، شكون هم لي بارتنير دو لونتربريز. ومن بعد نشوفو الريلاسيون دو لونتربريز افيك سي بارتنير. كيما قاعدين تراو لهنا عندنا يد، دونك نحكيو لهنا على علاقة بين كمؤسسة والشركاء نتاعنا، باش نشوفو لي ريلاسيون مع لي ديفيرون بارتنير. سيكسيون 3 باش نحكيو على لانفورماسيون دو لونتربريز. لانفورماسيون هي المعلومه في المؤسسه. باش نحاولوا نشوفوا في وضعيه اولى لي كاركتيرستيك دو لانفورماسيون. كي نقولوا كاركتيرستيك معناها شنو هو خصائص المعلومه. المعلومه لازمها تكون دقيقه، لازمها تجيني في وقتها. دونك هذوما خصائص لازم تتمتع بها المعلومه، ما لازمش تعطيني اي معلومه وتسكت، لا، لازم تكون معلومه نستغلها، نجم نستعملها. انا نقرا دوزيام اني ايكونومي سيرفيس، تجي تحكي لي على بروفيل فيزيك اللي غايب اليوم عندي ما نعمل به، انا ما نقراش فيزيك. تجي تحكي لي مثلا على دوار جماعه الكاتريام اني باش يعديو نهار السبت ومن بعد، ولا تقول لي مثلا راهو فما ماتش باش يتلعب في التلفزه، باش يعديو في التلفزه. اي نحكي على ماتش، شكون ليكيبات اللي تلعب، فانا شان بالضبط. دونك هذه معلومات يلزمهم تكونوا عندهم معلومه، مجموعه من الخصائص. ومن بعد نشوفوا كوليكت، تجميع، سيزي، تريتمون، سانتيز، سيركولاسيون دو لافورماسيون، باش نشوفوا هالمعلومه بالخصائص نتاعها كيفاش يتم جمعها، كيفاش يتم توظيفها، ايانسي دو سويت. وفي الاخر بالكل باش نكملوا مع لا بريز دو ديسيزيون، اتخاذ القرار. وباش نحاولوا نشوفوا الفرق ما بين كلمه ديسيزيون اللي هي فعل اخذ القرار، ولا بريز دو ديسيزيون اللي هما بروسيدور كامله اللي هي مجموعه مراحل باش نحاول نوصل بهم لاتخاذ القرار. دونك هذوما لي 4 سيكسيون اللي باش نشوفوهم تباعا ان شاء الله في الفيديو الجاي. بريزونطاسيون دو لونتربريز هذه اهم سيكسيون باش نركزوا عليها برشا. لي بارتنير دو لونتربريز هذه ثاني سيكسيون من حيث الاهميه. الاخرين لي زوز الاخرين لانفورماسيون دو لونتربريز و بريز دو ديسيزيون باش نقراوهم، لكن مانيش نركزوا عليهم ياسر ياسر، خاطر في نهايه الامر هما عباره على دي ديفينيسيون. هكا نكون كملت معكم الفيديو الأولاني. نتقابلوا إن شاء الله في فيديو آخرين. ربي معكم.